السلام عليكم حلواتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نقترح عليكم واحد الشخشوخه جزائريه بلمسه مغربيه، غير يقبلوا عليا الجزائريات لاني فعلا ما عمري ما جربت هذه الوصفه، غير وكان واحد صاحبتي من اصول جزائريه تشهاتها وتفوكوفا ما نجربهاش ليها ونتقاسم معكم الفكره. غنحتاجوا في المكونات على بركه الله، يعني كتبقى اوبي، فغنحتاجوا الدجاج، بصله محكوكه، طماطم محكوكه، ضمط السمن، الزنجبيل، الإبزار، عبية القرفة، سكينجبير، تحميرة، ورأس الحانوت. غادي نقبطو طنجرة نوضعو فيها القطع الدجاج ديالنا، يمكن لينا نستبدلوها باللحم، ونخدمو نزلو النار ونضيفو الكمية ديال الزيت بالنسبة لها مثل القياس تقريبا ديال زوج المعالق كبار، ثم نضيف لها البصلة المحكوكة ونشحرها مزيان في البصله، ما نضيفوش الطماطم لان الطماطم كتطلق الماء وما كتخليش اللحم ولا الدجاج ولا البصله يتقلاو بشكل جيد، وكنعرفوا البصله فاش كتقلى وكتكاراميليزا كتعطي مذاق رائع. من بعد ذلك تنضيفوا الخضر، الخضر اختياريه بالنسبه لي، ضفت هنايا بطاطا، كنت ضايفه الجزر والقرعه خضراء واللفت الابيض على ما اعتقد، يعني إضافة الخضر كتبقى على حسب الذوق. بالنسبة كاين واحد بحال مسمن يابس كيتسمى الطفر، هو كيكون جاهز كيبيعوه الناس في الجزائر، هو اللي كتسقي به هذا المرق. بالنسبة لي أنا بطبيعة الحال ما متوفر ليش هنا، فأنا عملت غير مسمن ديال الرفيسة عادي وقصصته كيف ما كنقصوه الرفيسة. هنا عندي الحمص ديجا مسلوق، ضفتو ضفت الماء اللي فيه حتى هو كيكون لذيذ. بعد ذلك من بعد ما كنساليو تنسقيو هذاك انا سقيته المسمن الصراحه، تتسقاو كتقدموها. كنشكركم حبيتي للمتابعه.